أتى رمضان للأكوان بشرى. لا نزال في كثير من الأحيان نحرم أنفسنا من فعل الخير بسبب بعض الظنون أنهم غير طيبون أو في بعض الأمور الأخرى التي تأتي فيها بالذهن. والصحيح أن فعل الخير هو لمصلحتنا نحن، فهو ادخار للآخرة، وما تفعل من خير يعلمه الله، وهو فلاح في الدنيا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهو وقاية وعلاج، فصناع المعروف تقي مصارع السوء. وعمل الخير لا يكلف الكثير، غالب النية الطيبة فيها الأجر الكثير، وهي عمل الخير. أيضا الدعاء للناس، الإصلاح بين المتخاصمين، كف يد الظالم إن استطعنا كفه، وكذلك وهي مهمة أيضا دلالة التائه، تعليم توجيه ونصح، فلا نحقر من المعروف شيئا. تعبنا وربي عن هموم القلب أدرى.